يعني رايكم في كلام الرئيس النهارده لحد اللي حضراتكم تابعتوه؟ عايز اقول لحضراتكم معلومه، او يعني من المرات القليله قوي قوي كلام الرئيس يذاع كاملا. انا بقول لحضرتك كاملا، يعني الشريط وصل التلفزيون، خلصنا الساعه 3 الا 10 تقريبا، وصل التلفزيون تقريبا ذاعوا الساعه 4 4 و5 تقريبا، على بال ما وصل ما من غير ما يعني هو خلص يلا اتفضل. في بعض الحاجات كان احيانا المره دي لا، بقول لحضراتكم بالكامل اذيع كلام الرئيس كاملا، لم يحدث اي ابتزاء لاي جزء من كلام الرئيس. انا بقول لحضراتكم كل الكلمه من اول ما بدا لحد ما خلص رئيس بالكامل كلمته اللي هي بتتابعوها معانا دلوقتي.